السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية دفعة هذا العام 2024. اللي قدامك ده النموذج الإجابة الرسمي، يعتبر اللي هينطلق أو الوزارة تعلن عنه من داخل الوزارة. عايزك تراجع إجاباتك صح ومفيش أي خطأ في الإجابات. طيب الإجابات موجودة قدامكم أهي، والإجابة الصحيحة بتعلم عليها باللون الأخضر، وبرضو هديكم النموذج اللي هو هيطلع من الوزارة السؤال بالإجابة بتاعته. بس نحل كذا سؤال وبعد كده نروح للنموذج. بقول لك أي من العمليات التالية يستخدم للتخلص من الكبريت الموجود في الخام الحديد؟ طبعا كان المصل المغناطيسي والتمحيص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول أي من الاختيارات التالية صحيحة أثناء شحن المراكم الرصاصي؟ طبعا الإجابة الصحيحة يزداد تركيب الإلكترونيات وتكون الرصاص عند الكاثود. طيب ده بالنسبة يعتبر نروح بس لباقي الأسئلة بالشكل ده كده. والسؤال اللي بعد كده بيقول لك يتم تحويل عنصر صلب الى غاز مختزل لحامل حديد في طبعا الفرن العالي. الاجابه اهي اللي هي الفرن العالي. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لك يعتبر عصر انتقالي من السلسله الاولى يحتوي في حاله التاكسيد الاقل طاقه على 9 الكترونات منفرده، فان العنصر يستخدم كحافز في طبعا صناعه النشادر. طيب احنا حلينا الاسئله ديت، وادي الاسئله ديت اللي ما قدامكم. طبعا دي اجابات السؤال اللي قبل كده. بقول لك اي من العمليات التاليه يسهل حدوثها؟ طبعا الاجابات ديت ادي النموذج اللي هيصدر من الوزاره. طبعا النموذج ده نموذج الف، وعايزك تراجع اجاباتك صح. ولو عجبك الفيديو ما تنسناش من اللايك والاشتراك في القناه، لان ان شاء الله باذن الله مكمل معاك في تنسيق الثانويه العامه وفي كل الحاجات اللي هي تهمك القادمه. طيب عندنا بعد كده ده النموذج قلنا اللي هيصدر من الوزارة. عندنا رقم السؤال، السؤال رقم واحد الإجابة بتاعته ألف، الإجابة بتاعته ألف. طب السؤال رقم اتنين الإجابة بتاعته جي الدال. السؤال رقم تلاتة هتكون الإجابة ألف. السؤال رقم أربعة هتكون الإجابة ب. السؤال رقم خمسة هتكون الإجابة دال. طبعا ده كل النموذج ألف. أي نموذج تاني، أي نموذج تاني طبعا هيعرف الأسئلة مكانها كانت فين وهيعرف الإجابات بكل سهولة. قلنا نموذج خمسة كان الإجابة دال. نموذج ستة الإجابة ألف. نموذج 7 الإجابة ب. نموذج 8 الإجابة ج. نموذج 9 الإجابة ب. نموذج 10 الإجابة الصحيحة ب. نموذج 11 أو سؤال 11 النموذج سوري السؤال رقم 11 الإجابة هتكون د. السؤال رقم 12 هيكون الإجابة ب. ننزل كده سؤال رقم 13 هيكون حمض الكبريتيك المركز الساخن. طبعا انت كده عرفت الاجابه، فهتعرف مكان السؤال كان السؤال رقم او اجابه السؤال الف ولا ب ولا ج ولا د. السؤال رقم 14 كانت الاجابه نسل. ارجو بس نكون منطقها بشكل صحيح. الاجابه رقم السؤال رقم 15 الاجابه كانت يعتبر ج اللي هي زادت مولدات ال HCl. السؤال رقم 16 الاجابه صحيحه هي ب اللي هي زياده الضغط والتبرويديت. ارجو برضو لما اكون نطقتها صح. سؤال رقم 17 هيكون الاجابه ب. سؤال رقم 18 هيكون الاجابه الف. نزل تحت كده السؤال رقم 19 هيكون الإجابة ج اللي هي تزداد كتلة الكاثود. السؤال رقم 20 هيكون الإجابة ج. السؤال رقم 21 هيكون الإجابة د. السؤال رقم 22 هيكون الإجابة أ. السؤال رقم 23 هيكون اللي هي الإجابة بروبان. سؤال رقم 24 هتكون الإجابة كثافة والكتلة الذرية لأن أي أو كثافة لأن أي والكتلة الذرية. السؤال رقم 25 كان طبعا الإجابة فرن هيدريكس. السؤال رقم 26 الإجابة جيم. السؤال رقم 27 اللي هو المركب أي إيزوروبان. الإجابة للسؤال رقم 28 هتكون ب. سؤال رقم 29 هتكون بروبان. السؤال رقم 30 هيكون الإجابة د. سؤال رقم 31 هيكون الإجابة ب. سؤال رقم 32 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 33 هيكون الإجابة د. سؤال رقم 34 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 35 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 36 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 37 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 38 هيكون الإجابة د. سؤال رقم 39 هيكون الإجابة ج. سؤال رقم 40 هيكون الإجابة ب. سؤال رقم 41 هيكون الإجابة أ. سؤال رقم
42 هتكون الإجابة ج، سؤال رقم 43 هتكون الإجابة د، سؤال رقم 44 هتكون الإجابة ب، سؤال رقم 45 و46 دول هم الأسئلة المقالية، وهوريكم برضو الإجابات بتاعتهم أهو. أدي إجابة الأسئلة المقالية، طبعا دي كان س رقم 1. هسيبك كده مع السؤال تبدأ تقرأه بسرعة، وهسيب لك برضو السؤال الثاني بعدي، وانا برضو متابع معاكم اهو. ده يعتبر كان السؤال اجابة السؤال رقم 1. الصورة لو مش واضحة انت ابدأ اعمل دبل كليك على الشاشة وكبر بحيث الصورة تتضح معاك اكتر. نروح للسؤال الثاني ولا ننتظر شوية عشان كل الطلبة تتأكد من اجابتها؟ كان نفسي الحاجات دي اجيبها لكم طبعا كمبيوتر، بس الطلبة كلها مستعجلة على نموذج الإجابة الرسمي أو الإجابات الرسمية اللي هي سواء من الوزارة أو من الأستاذ خالد صقر المدرس الأول لمادة الكيمياء طبعا الأشهر على اليوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي. طبعا ده بالنسبة للسؤال الأول، كفاية كده. ودي السؤال الثاني أهو بالشكل أهو، لو عايز اكبر لكم الصوره، بس طبعا الصوره ان شاء الله باذن الله هتكون واضحه معاك، وانا هسيب لك الصوره معاك اهي. ابدا راجع اجاباتك صح، وزي ما اتفقنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، لان ان شاء الله باذن الله مكمل معاك لنهايه ان شاء الله باذن الله ما تدخل الكليه بتاعتك. طيب برضو الطلبه ان شاء الله اللي بيسالوا عن يا مستر انت كنت قبل كده عملت سلسله نتيجه الثانويه العامه لحظه بلحظه، والسؤال اللي كان بيسال عنه كل الطلبه يا مستر لو انا نقصت كام يعتبر هدخل كليه ايه؟ انا عملت الفيديو الثاني وان شاء الله باذن الله هنشره 90% هنشره بكره على مثلا الساعه 12 او الساعه 1. لو عايزين ننشر الفيديو النهارده هنشره النهارده، انتظر تعليقاتكم. وان شاء الله باذن الله برضو الامتحان قلنا كان في متناول الجميع، وبس هو الطلبه اللي اشتكى منه اللي هو ضيق الوقت، ضيق الوقت رغم التعديل في امتحان الكيمياء، وزي ما قلنا قبل كده واحنا القناه الوحيده اللي انفردت بالخبر عن تعديل امتحان الكيمياء. امتحان الكيمياء مهما يكون في صعوبه هذا العام طبعا ما يجيش 1% جنب العام الماضي، لان العام الماضي يعني كان انتقام زي امتحان الفيزياء كده، لكن الفرق طبعا الامتحان الفيزياء حصل فيه تعديل، امتحان الكيمياء ما حصلش فيه تعديل. طيب كده مش عارف كده انتوا اطرحت على كل الاجابات ولا ايه؟ انا برضو مكمل معاك لحد سامح كده حد زي ما بيقول يعني ازور يا مستر شويه لحد ما اقرا كل يعتبر الاسئله المقاليه. انا معاك اهو براحتك مفيش اي مشاكل، انت يعتبر اتاكد من اجاباتك وحاول تراجع اجاباتك صح، وان شاء الله باذن الله نعدي الكيمياء ونفكر بقى ان شاء الله في الاحياء والجيولوجيا بالنسبه للشعبه العلميه، الشعبه الادبيه نفكر بقى في الفلسفه وعلم النفس، وشعبه علم الرياضه نفكر بقى في مجموعه المواد الرياضيه زي الجبر والتفاضل والتكامل والديناميكا والاستاتيكا. طبعا ده كله ان شاء الله باذن الله هيبدا من الاسبوع ده وهيستمر الاسبوع القادم. دمتم في امان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.